زغباني مسرحية بلاتو باش تكون حاضرة في الدورة 51 مهرجان كارتاج، لو كان تعطينا فكرة على المسرحية هي. مسرحية بلاتو هي من إنتاج المسرح الوطني لسنة 2015، يعني النص وإخراج غازي زغباني عن نيكاسوف جون بول سارتر. يقوم بأدوار البطولة فيها كن فاطمة سعيدان، نجوى زهير، البشير الغرياني، محمد حسين القرايع، يحيى الفايدي، نور الزرافي، وغازي زغباني. المسرحية تحكي بصفة عامة، تحكي على الإرهاب وعلاقته بالميديا وعلى تأثير الصورة والمعلومة توا في الواقع السياسي اللي نعيشوه، طريقة توظيف بعض المنابر الإعلامية لبعض الأطراف السياسية على أخرى. يعني المسرحية باش تكون توعوية. وهي قراءة للواقع اللي نعيشوه في تونس، ولا الشيء اللي عشناه وقاعدين نعيشوه فيه. الخاطر صحيح المسرحية هي أدابتاسيون، لكن أنه ما اخترنا النص هذايا باش نخدموه في 2015 إلا حسينا قرب متاعو، وأنه لي سوجي يعني اللي تطرق لهم ينجم يخلينا احنا نعالجوا القضايا اللي نعيشوهم في تونس توا. لاحظوا سناء اللي المسرح الفن الرابع يعني رجع مهرجان كارتاج، شنو تعليقك؟ والله فرحان برشا اللي احنا موجودين ساعة، وفرحان اللي فما مسرحيات أخرى زادة موجودة في الدورة 51 مهرجان كارتاج، وإن شاء الله إن شاء الله يعني المهرجانات الأخرى كل زادة تكون هكا، لأنه المسرح عنده قيمة كبيرة في، ويظهر لي توا في الوقت هذا محتاجين الموسيقى للسينما والمسرح، خاطر المسرح يقدم معالجة، يقدم فكرة، يقدم يعني مواضيع نحاولوا نعالجوها ونحاولوا نقدموها بصفة واعية للجمهور. العرض وقتاش باش يكون؟ العرض باش يكون يوم 29 جويلية على الساعة 9:30.